وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في الحلقة الثانية من ترانسبورت فيفر 2 الجزء الثاني. الحين عندنا مهمة حلوة، الحين أحمد طاها محتاجين نسوي له تجارة. موضوع ترام خلي خلي ولي الحين مش فايق له، بس الناس قاعد تركب أصلا والقطار ما قاعد يطلع فايدة، بس بيطلع قريب. انزين، أبا أسوي شوارع تربط المحطتين ببعض. على فكرة هالمشروع على خريطة وايد صغيرة وموارد كثيرة، فالمشروع شوي فيه نوع من أنواع الغش، من أنواع الغش يعني نوعا ما، يعني مش 100% غش، لكن يعني فهمت وجهة نظري، يعني شوي قاعد أغشكم يعني خفيف، أن الحلقة يعني ولا سلسلة ما تطول كثير. انزين الحين هذا شو يسوي أصلاً؟ زين الحين هاي اللي يحتاجون أول شيء مواد بناء. حلو، مواد البناء وين يحتاجونها؟ سؤال. مباني سيدي عنده، يعني مو عندنا مشكلة صح؟ يحضن المدينة. يقدرون يأخذون دايركت منا شو؟ ها؟ زين إذا أسوي بهالطريقة هاي نفس الشيء ما يفرق كثيرة. زين إذا أقدر أوصل هالشارع، إذا أقدر أوصل هالشارع بيوفر علي تعب وايد ترى. إيه ما هدم البيت شو؟ غريبة. شوف الحين التوصيل استوى عالي جدا. بكل الأحوال أنا بسوي نقطة أفلود على قولتهم إني أنزل السامان. حلو، بنسوي نقطة من عند هذا إني فيها أغراض سيارات. طبعا الشاحنات في اللعبه يوم تكثر ترى وايد حلوه يا جماعه الخير، يعني اشكالهم روعه تكون. انزين هاي بتكون خط جديد. افا ما يوده بالعكس، وده من داخل. اوكي، ما اظن بيكون في مشكله كبيره. هاي احمد بالعربي، ها احمد ها ماين روك ماين منجم الحصى. انزين هذا راح يدخل فيه، طبعا ما نقدر هذا لانه مال ترام لازم نبني واحد ثاني. انزين خلنا نطلع محطة الباصات هاي في اخر المدينة تقريبا، وبنحطي تحميل. طبعا شوفوا اذا ناخذ شيء متخصص في العاده يكون افضل، بس الحين احنا موقفين الوقت، ما عندي فلوس. افا ما عليهم مشكله. احمد ماين روك ماين اوكي، خل هالاثنين يروحون يبون اغراض، وتشوف الخطوط اللي عندهم خسرت لنا بلاوي، لان من القطار يبدا يطلع فلوس. كل مشاكل على فكره اللعبه يوم تبدونها ترى بفلوس، تركون عباره عن قرض ترى مش فلوس حكمه للمعلومه. زين فالحين من القطار يبدأ يطلع فلوس على فكرة بتنحل مشكلة الأزمة كلها. بس أنا بفهم موضوع، دقيقة باخذ خرط. زين بوقف اللعبة، بهدم هذا، برجع أحطيه. أوكي، وبهدم هذا. يمكن اظني ان حطيتهم قبل لا اسوي ابجريد، فيمكن هم شفر. زين فمو مشكله. زين وبنهدم هذا الاخير، بنحطي واحد جديد ونشوف الخط شو اخباره. خيل ترام، خلنا نشيلهم كلهم من اول وجديد. زين ونبدأ 1 ستيشن 2 ستيشنز 3 محطات 4 محطات. اوكي يرجعون على نفس الطريق. حلو، الحين الخط هذا المفروض يكون فيه 6 ما تغيروا، 5 وايد. خلنا نبيع واحد، ما احتاج هالكثر. زين فالحين يمكن يبدون شوي يسوون فايده، لان لو بدوا هاي اللي يسوون فايده بتكون اللعبة يا سلام تبدأ تدخل فايدة. طبعا عندي شغلات انا تدخل فايدة، لكن عندي خسائر كبيرة مثل القطار،
ترى ما قاعد يشل وايد ناس للحين، لازم يشتغلون مدينتين بالتساوي نوعا ما. لو ما اشتغل بالتساوي مصيبة. بس الحين خلونا اشتغل على مدينة أحمد طه عشان نوصل منتجات حقهم بناء. لأن بمجرد يستوي منتجات بناء هناك راح تتغير حال المدينة. انزين هلا نسوي لنا محطة هني تنزيل بضاعة. مشكلة ما بيلفون لفة غريبة، عرفتوا؟ أبى أحطي واحدة هني وبحطي واحدة هني عساس يأخذون لفة مكانين مختلفين على أمل يعني. طبعا واحد اثنين ما يحتاج كان، بس أوكي أربعة خلنا نمسحها. أحمد كونستراكشن ماتيريال، مواد بناء. زين هذا الحين احنا بنشتري مجموعة باصات. اوكي اول شيء بنشتري لنا عندنا فلوس، واحد اثنين ثلاث اربع خمس، بنسويهم سبعة هناك. هذا المنجم، وبنشتري قولوا خمسة على اساس يوصلونا لمواد البناء. حلو، فمفروض اني هني construction material خمسة، هني ستة. اوكي المفروض يكون شغال الحين، مفروض فرضا انه يكون شغال، بس ما اعرف هاي المقع يبون نفحصها شو. خلنا نكبر المحطة شوي، ما اقدر اكبرها شو، مش قادر اكبرها حتى، ما على هاي لازم تتحمل مكانها شوي. اقدر اشيلها الشارع عقب في المستقبل، بس هاي تنتج الحين، ما في شيبمنت، ما في طلب على المدينة. هاي واحدة من مشاكل اللعبة على فكرة، أنا وايد واجهها. فإذا ما بيسوي لنا شيبينج هذا، هذا معناه عندنا مشكلة وياه، لأن يمكن هني ما قاعد يطلب منه بشكل كافي. لا هني بيطلب، بس هني لازم يسوي لنا شيبمنت، لأن البرودكشن شغال، بس هو لسبب من الأسباب ما قاعد يسوي شو، شحن. فشو بسوي؟ مشكلة أوردي عندنا وايد قروض، وما أعرف إذا قطار مدينة خليل بدأ يشتغل ولا. أوه هذا مكان حلو حق نسوي نقل بحري ولا جوي، يوكوهاما. يا سلام. زين الحين هاي اللي دخلوا عندنا فلوس، حلو، والقطار دخل فلوس. الحين بيبدأ يدخل فلوس، 33 ركبوه. المشكلة سويت قطار وايد كبير فتكلفته عالية أصلا. هني 21، هني اوكي، هني 6، هني ما حد واقف، هني 2، وهني ناس يتريون نقل. المشوار شوي طويل حق الترام الصراحة، شوي طويل المشوار، بس عادي مفروض يكون. لحظة انا عرفت شو الخطأ اللي انا مسوينه اساسا انا مسوي خطأ مميت. تعرفون شو؟ نحط محطة باصات عشان تشيل مواد بناء، وأقول ما بيطلب. توي انتبه. زين. وأقول ما في طلب، وأقول ما في ديماند، وأقول مرات الواحد يا جماعة عاد سامحون الواحد مرات يشفر. أنا هاي واحدة من المرات اللي شفرت فيها عاد الحين. إنزين. والخط بعده متوصل؟ إيه. الحين مفروض يكون عدل شغال. أوكي. الحين مفروض يشتغل عدل، المفروض يعطي شيبمنت هي على طول 100. حط له الشحن، هذا معناه لازم نكبره شوي كارجو، خله يخزن كمية هنا على اساس لو زدنا السيارات ما يسوي لنا الحفلة اللي ما لها داعي، عرفتوا؟ انزين ممكن الحين يشلون، وممكن هو يخزن زيادة اذا يبغى. والترانسبورت 0%، ترانسبورت بيوم بيسوون ترانسبورت، بس يبدون يدخلون شوية فلوس، القطار شوية يبدأ يدخل فلوس. المدينتين إذا يكبرون في نفس الوقت راح يسوون شغل وايد، يعني مثلا عندنا هذا مغطي هني كامل، هذا مغطي هني كامل، وايد حلو. إنزين الحين نقدر نني على الخط هذا نفسه ونسوي فلتر إن أحمد طاها سنترال ما يسوون لود إلا حق شو، حق الحصة ما باهم يسوون لود، ما باهم يسوون هالسوالف كلها.
بس construction material ما يحتاج الباقي فلتر. انزين خلاص هني بس اوكي انهم ما يشلون حصة ولا شيء لان هيلاك بيوصلون حصة هني المفروض انه ما يستوي الخربطة بس الاحتياط واجب نوعا ما. شوفوا الحين قطار بيبدأ يطلع فلوس لانه قام تستوي كثافة سكانية ايوه 35 اظن بيكون بريك بوينت تقريبا ماله. انا اروح القطار هي قام يدخل فلوس معناه الحين مبدا خليل ترام اشتغل. شوفوا كان المشكله على الاغلب من شو اسمه من حطيت المحطه قبل لا احط الترام ستيشن فهذا غلط اتعلم منه. انزين احمد كونستراكشن في سياره ما قاعده تشيل كونستراكشن ماتيريال ليش هذه لازم تشيل الحين بتشل اوكي الحين كلهم يشيلون كونستراكشن بعدين هذا حصل مس كونستراكشن مكان بس ابى اي على اللاين هذا الروك ماين واشتري سيارات على اساس يكون السبلاي اقوى على اساس ان هذا ينتج اكثر بس ابى اغير الشارع من هناك لهني لكن على ما يبدو اني ما اقدر حاليا اقدر اجيب من هني بعد تصدقون هني بعد كان اقرب يمكن والله نفس الشيء تقريبا اشوفهم بس زين وايد زين لان الحين قاعد يحصلونهم الماتيريال اللي هم يبونه اوه في بترول هنا بس المشكله اللي يسوي مش موجود زين عندنا هذا شيء وايد حلو بعد نقدر نجيب المدينه احمد طه شكلها بتستوي اكبر من مدينتي انا تصدقون شكلي بغير الاسامي بغش والله خلنا نبدا انتاج ابى اسوي زحمه سكانيه في مدينه زين بس سيارة مشوار لهناك احس طريق الصراحة اقدر اجيب من هني لهني بالسيارة واشل من التولز لين المدينة هني لان هني يبون التولز صح هني يبون التولز والله السيارات مش غلط تكلفتها قليلة وفعاليتها عالية بس محتاج الشارع نفسه هذا مش عايبني لحظة نسوي شارع ما اقدر اعدل هذا لان بنيت هذاك للاسف ممكن نسوي هني اكيد بالشارع اوكي هذا اكيد بالشارع هني بنقل ما بنقل بالش اسمه لحظه مدري هني اكيد بالشارع بنقل بس الى المدينه احسها مسافه والله بس اقدر اشيل كونستراكشن هنا يسيد عقم وسط في حضنهم يعني بانلود بالتركس اوكي بسوي بالسيارات زين بس هالمره خلوني احط المحطه العدله بحط المحطه الثانيه الغلط خلينا نسوي شوي مسافه على اساس اذا بغيت اغير في التصميم عقب اقدر هذا هني زين على اساس اخلي المداخل والمخارج غير ما باهم يتشاركون نفس الشيء فهذا كونستراكشن زين وبنحطي هني بس انلود ترك بس محطتي مال تعقس امان وتروح في نص المدينه مع السلامه اوكي والافضل لو انهم يرجعون بيكون ميزه اذا استوت مش متاكد انها بتستوي لكن بيكون ميزه حلوه اذا ردوا من هذا الطريق ما صار من هذاك الطريق بيكون شيء زين لان بيون عن طريق ثاني انزين الحين خلينا نحط لنا خط هاي تابع علي مدينه بعد احمد ما اعرف انزين خلينا نشوف بنحط لاين واحد من هني لين هني بنسميه احمد وودز وبنسوي خط من هني لين هذا الانلود ستيشن فقط ايوه ممتاز هذا احمد تولز لحظه في شيء ناقص لحظه الود ما يستوي لازم اسوي بلانك اول انا شو قاعد اخبص لازم اوديه اول شيء لين هني يسوي بلانكس بعدين يرجع
إذا بسوي هذا الشيء بوصل التولز لهني. أيوة بوصل التولز لهني، ما بوصلها لين تحت لين أحمد. بس مو مشكلة اسمه أحمد وودز، بس اللين هذا راح أمسحه. أحمد تولز ما في. ويت 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 ويت. زين إن انتبهت يا جماعة الخير، لأني أقدر أسوي هني بلانك وأرجع هني، بس هذا أكثر افشنت حق إني بوديه هني من البلانك على طول لين هني. بتعرفون شو بسوي؟ بسوي حركة حلوة بييب، بس وايد صعبة بتكون. آخ وايد صعب إني أسوي قطار هني، وايد صعب وايد مكلف. بس ممكن سيارات توصل لهني، بس يبغى لها وقت، ولازم أسوي شارع عام لهني يوصل لهذا المكان. زين خلنا نحطي، حتى لو أحطي وايد سيارات مسافة وايد بعيدة، مسافة وايد وايد بعيدة مش شوي يعني. خلنا نحط هني، بيكون شوي معقد اني اسوي هذا الصراحة. قاعد افكر في الموضوع لانه هو الحين قامت تستوي الزحمة، قمنا نطلع فايدة شوي شوي، وما بقى اخرب الدنيا. روكماين، اوكي روكماين مو مشكلة، بيشتغل الحين. شغال هذا، شغال هذا، شغال هذا، شغال. ابقى ايب التولز للمدينة، ما بودي هناك. فبسوي محطة تراك ستيشن جديد لين هني، بيكون خط اسمع من لا سوري احمد وودز. بنشل المحطة رقم 2، بنحطي هاي كمحطة ثانية. اوكي هذا احمد وودز، بنسوي خط جديد احمد بلانك. بلانكسي الماتيريال على فكرة اللي يسوي فيها. هذا اللاين وين؟ مش موجود هذا؟ صح. زين فالحين شو بيستوي؟ بيرجع الخط مال احمد بعده اللي هو انلود ستيشن اللي كان هنا في نص المدينة، مكانه شبه بيرفكت. بحطيه هنا بعدني، لان بمرة ثانية بيسوي نفس العملية، بس الفرق اللي راح يستوي. انا حطي بلدنج حق هاي اللحظة مختلف قريب منهم. زين اللي بيستوي انا محتاج كمية سيارات طيبة اللي هي من هني فرض 20 تقريبا. زين بوديهم لأحمد وودز، ومحتاج نفس الكمية. ما بقدر اشتري 20، ما عندي فلوس، بس 10 كم اقدر اشتري؟ 6 بس. شو 6 لأحمد بلانكس، بعدين بزيدهم شوي. انزين لان لين هاي اللي بدون يطلعون فلوس يبالهم شوي وقت. انزين الحين هذا محتاج فعلا 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 كارغو. توسع ترى شوي شوي بيتفرقون، ترى كل واحد بيتأخر عن الثاني، بعدين بيستوي أسهل انهم يشلون، مش القضية يعني. بس ممكن اسوي المدخل من هني وخليهم يجون سيدة ويطلعون سيدة يعني. اذا ايب هذا مثلا بحطي دخول هني. هي الفلوس شوي مشكلة عندي، بس عادي بنزيد مع الوقت يعني، ما في مشكلة. انزين بنحط هنا الشارع لين هني، وبنوقف اللعب عشان ما يختبصون، وبنكسر هذا، وبنحط هذا نقطة شو خروج فقط. ابى اشوف شو بيستوي في الخط. لحظة ليش بياخذون اللفة اللي ما لها داعي؟ سؤال انا هذا اللي بفهمه، بس ليش مصممين ياخذون اللفة هاي؟
ليش ما يدخلون مثلا يسوون، ليش ما تكون حياتهم اسهل؟ انزين خلنا نحط المدخل من هني، انزين ونكسر هذا المدخل، بحطي بكسر الشارع بكبره مره واحده، زين بنحط الشارع من هني لين هني الحين. ايوه الحين عدل، الحين عدل، الحين تعالوا خلاص ياخذون يروحون، ياخذون يروحون، ما له داعي يلفون اللفه الكبيره هاي اللي ما لها داعي. حبيبي اذا ما بتشل ترى غيرك ترى يدور، شكرا يعني لو سمحتوا، يعني في ناس هنا تتريا تنتج، انتوا شو تسوون؟ زين خلنا نزيد سرعة الشارع، في فرق بين الاثنين. كم سرعته؟ 20 40 60، هذا 40 60 80. اوف ممكن نسوي هذا اسرع، وايد غالي ربيته. زين الحين هذا يبدا ينتج، هي بيبدا ينتج، بس طبعا شحن مش وايد عملي هذا، بس سريع رخيص في فرق. فممكن نحن حتى ندخل لاين على فكرة احمد طه لانكس كم في فلوس بيسوي كوبي، ما بيسوي لهم كلهم طف. زين ويسوي بالطريقة هاي، فيروحون يعقون سامان، محتاجين وايد يعقون خشب. هذا نفس الشيء يا اخي، اللعبة مرات شوي ترفع الضغط يعني ترى، بس مو مشكلة هذا يكفي، هذا مو مسوي أكثر لأنه ما بيكسر الصراحة وأرد عيد من أول وجديد. بما أن هذا ينتج ويسوي شيبمنت أمورنا طيبة. زين لأن في ناس بتي لين هذا أساس أن هذا ينتج، ولو كان في قطار نوعا ما كان أفضل وايد، يمكن يسوي فلوس وايد حول هذا المشروع قطار. أنا وايد ذكي توي انتبه ان في هني خشب اصلا. صبر قلنا نحط المحطة هني، سوي صبر، هذا هذا الحل سهل، انفجر مدخل شارع بس خلاص انتهى الموضوع بكل بساطة، بيطلع من الصوب الثاني. انزين وعندنا لحظة، ليش انا بشتري سيارات اصلا؟ وين احمد طهوت؟ كم سيارة عنده؟ 20 1 2 3 4 5 6 7 6 5، بحطيهم على هذا اللاين اللي لازم اسميه، كل لاين لازم يكون له اسم عشان ما اضيع، احمد وود 2، اوكي اساس انه ما نضيع. فهذا راح يوفر علي وايد درب، بيون سيارات من عنده 5 حلو، الله خليهم 10 بعد احسن، ولا بشيل 5 من احمد وود بعد. وين احمد وود 1؟ هذا 1 2 3 4 5، بعقهم على احمد بلانكس افضل. الحين هذا بينتج، بيجون 5 سيارات بينتجون انتاج كبير، بيبدون يطلعون فلوس، بيوفر علينا. والله حرام اصلا هذا يشتغل اصلا، صبر خلنا نقسم السيارات اللي هني. بنحطي هذيله على احمد بلانكس، بنحط هذيله على احمد وودز 2. احمد وودز هذا بخلي حاليا اوف، وبهدم هذا بكبره. ما ابغى كم وفرت العمري تكلفه الحين وايد، هذا من يبدا يحصل شويه اغراض. هذا اصلا عندك شيء انت؟ ما اظن عندك شيء، ما عندك شيء. فالحين استوى الاساس الخشب هذا،
بيبدأ ينتج حق أحمد وود، والتعقيد في المكان شوي بيخف. حلو نوعا ما. فالبلانكس اللي بينتجهم المكان، شوفوا الحين عندنا بلانكس 10 يشلون شو بلانكس ويروحون. ليش عندي نوعين ولا ثلاث انواع من السيارات؟ سؤال احمد وفار تخلى هذا عريم احمد وود بلانكس. انا ليش مشتري هاي السؤال؟ من يشتري هالسيارات؟ خلنا نبدلهم سيارات عدلة يا جماعة، يشلون أكثر. Importing bus trucks are not compatible. هاي الشيء يشلون. أنا ما أخذ من نقل الناس، شو مسوي أنا؟ ما ليش مسوي هالكثر مستعيل؟ ما يستوي حتى. خلنا نبيعهم كم واحد؟ 18-8 كانوا صح. خلنا نشيل هاي نسوي لهم كوبي خلاص. هذا لازم اغيره، ما بينفع بطريقة الزحمة هاي، ما تنفع. لحظة، ما اقدر اشيل الشارع الصغير تي وافتك. سؤال بالله عليكم اقدر؟ شكرا. زين اقدر احطي هذا خروج دخيل؟ قول لي اقدر ما اقدر. هذا اقدر هني، اقدر هني، تشوفوا هذا هني، احطي هذا هني، والشارع اللي بيدخلهم هذا. اتصور هالشارع ما بيستوي زحمة ترى. بعد يلفون لفة داخل، ليش؟ لان الخروج من هنا يبون يطلعون غصب. بس بعد احسن من الخربطه القبليه، بعد احسن، بعد بيكون افضل. خلنا نحط كارغو هنا. انزين ليش ما احط خروج من هنا؟ سؤال كيف يستوي؟ هاي بالي شويه تجارب. انزين اذا نحطي خروج انفجر من هنا نفس الشيء صح؟ ياخذون لفة بس نوعا ما احسن، يفترقون هني هم. يعني هذيل يروحون لفة داخلية ما اعرف لاي سبب، لكن اوكي اظني لازم دخول من هنا يكون حقهم هايل. بس الحين بعد احسن، احسه فعال اكثر وايد. انزين هذا بوسعه. زين هذا ما ان شاء الله ما يستوي فيه وايد مشاكل اساسا. والله بعد من الافضل ان اسوي له دخول وخروج صراحه، لكن وايد قريب وياس يوصل بسرعه فما شي مشاكل. انزين هذا شو اخباره؟ ايوه هذا بدا بنتاج. هذا معناه انا من اي محطه اشتري تايل؟ يا سلام علي. انزين الحين بسوي احمد تولز اجين. احمد تولز اوكي. هذا استوى، شوفوا هنا الخربطة تستوي وايد. انزين بنشتري سيارات. يا كسرت الدنيا انا عندي على فكرة توا. انزين بنحطي خمسة حق احمد تولز، المفروض يكونوا وايد بعد. احمد تولز وايد بعد، لان بعد انا ما عندي انتاج فعلي. يا سلام، ما ادري شو عقيت شو سويت. انزين الحين بدينا انتاج فعلي على فكره، بدينا ندخل فلوس على فكره. كل الخطوط تقريبا قديمه تدخل فلوس، حتى القطار ما شاء الله قاعد يدخل كميه طيبه. قطار طبعا انا على الاغلب ما بسوي له ابجريد حاليا، انه وايد وقت يباله. بس هذا من يوصل له تولز المدينه هاي، اذا وصل لها معدات وكونستراكشن الحين اللي قاعد يوصل لها اصلا وايد بيكون يعني شيء خرافي نوعا ما على فكره. يعني مجرد وجوده الحين هذا ما عندنا مشكله في الكونستراكشن، عندنا مشكله في الشيبنج صح؟ وين احمد كونستراكشن؟ شوفوا هذا السهل في الموضوع، اذا احنا نعرف الخط مالنا. شوفوا احمد كونستراكشن، شوفوا الرقم 111 هذا هنا يطلع، تعرفونكم على الخط الصح. زين خلينا نصير احمد كونستراكشن اللي هو هذا الخط،
نيويورك فيرست تراك هذا يصير 6 كونستراكشن، احطي مش 6 بحطي 3 غير 3 غير لانه وايد كونستراكشن ماتيريال عندي هني والناس بدأت تزدهر هني مع الوقت بتشوفون عماير. المهم وقت الحلقة خلص تمام، نشوفكم في الحلقة القادمة على خير. لا تنسون فجروا السلسلة هاي، كومنتات وتعليقاتنا بنوصل 10,000 مشتركة الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.